ما زالت حيثيات مئات القضايا القانونية معلقة في محاكم ونيابات مدينة عدد منذ 7 أشهر، بينما ينتظر كثير من المواطنين إعادة فتح هذه المحاكم والنيابات بعد أن طال إغلاقها حتى تستقيم أمورهم الحياتية. نبيل اليوسفي والتفاصيل. لا تزال محاكم ونيابات مدينة عدن متوقفة عن العمل منذ أكثر من 7 أشهر، توقف ناجم عن التدمير الذي لحق بمبانيها واحتراق ملفات الناس وحيثيات قضاياهم جراء الصراع بين الحوثيين والمقاومة الجنوبية. هذه المحاكم بحاجة إلى تأهيل بأسرع وقت ما يمكن، وهذا يتطلب إلى توفير مقرات آمنة للنيابات والقضاء. مئات القضايا لا زالت عالقة في المحاكم والنيابات ولم يتم البت فيها حتى الآن، في وقت بدأ البعض يلجؤون إلى الأعراف القبلية لحل قضاياهم. سيارتي تم احتراقها في أثناء قبل الأسابيع الماضية، وإلى حد الآن لم أجد يعني أي جهة مسؤولة حكومية أن أتقدم لها أو الجانب القضاء أن أرفع قضية ضد من نشك في إحراق هذه السيارة، وحتى اللحظة هذه منتظر القضاء أن يتفعل لأجل أن نقدم دعوة. ويطالب مواطنو مدينة عدن من الحكومة التعجيل في فتح أقسام المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة لاستقبال القضايا الجديدة. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي، عدن.